عزيزي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارع محصول الموز مراعاتها خلال شهر يونيو، تمثلت في أهم العمليات: من المهم وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح، جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة، اكتمال نمو السباطات، جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل. وبالنسبة للتسميد في الأشجار التي تروى بالغمر، الأشجار من عمر سنة إلى سنتين يضاف 100 جرام إلى 150 جرام من سلفات النشادر أو نترات النشادر، ويتم إضافة 300 جرام من سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات، وإضافة 150 جرام من سلفات البوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جرام. يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما. وبالنسبة لتسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط، في الرية الأولى يضاف 5 كيلوغرامات من سلفات النشادر مع كيلوغرام من سلفات المغنيسيوم، في الرية الثانية يضاف كيلوغرامين من سماد مركب 19-19-19، في الرية الثالثة يضاف 8 كيلوغرامات من سلفات البوتاسيوم، ويضاف لترين من حامض الهيوميك مرة في الشهر، ويضاف لتر من حامض الفوسفوريك مرة كل 15 يوما، بالتبادل مع لتر من حامض الكبريتيك مرة كل 15 يوما. وبالنسبة للتسميد الورقي، يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار. وبالنسبة لبرنامج الري، الكمية للفدان تكون من 40 متر مكعب إلى 50 متر مكعب، إجمالي لترات الفدان 120 ألف لتر، والكمية للشجرة 130 إلى 175 لتر. وبالنسبة لبرنامج المكافحة، مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية، مرض تورد القمة مرض فيروسي ليس له علاج عند الإصابة، ويتوجب التخلص من الشتلات المصابة به ويتم نقله عن طريق التريبس، مكافحة المن والتريبس والجسد، نطاط الورق، ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب الإنثراكنوز، ويعالج عن طريق جمع كل النواشف والأشجار المصابة والتخلص منها بالحرق خارج المزرعة. يتوجب مكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدب بمعدل 15 سنتيمتر لكل جورة، نيماكور بمعدل 30 جرام مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعد المادة العلمية معهد بحوث البساتين.